أهلا بكم. يوم لهم يحيي اليوم العالمي لمرض السرطان، هذا المرض الذي كنا نخشى ذكر اسمه لنصفه بالبعيد على أمل أن يبقى بعيدا، ثم بتنا نركز على خبثه، وفي كل مرة نطالع فيها خبرا جديدا عن اكتشاف علاج فعال للسرطان نتفائل بأن ألام الملايين حول العالم قد وصلت إلى نهاية أو تكاد. لكن أرقام منظمة الصحة العالمية ما زالت تشير إلى ارتفاع أرقام المصابين بالسرطان في كل سنة جديدة، وما زال المرض الخبيث يمعن تسميما لخلايانا الحميدة، علما أن عشرات المئات من قصص النجاح في محاربة السرطان تضيع وسط ألم فقدان ولو مريض واحد نتيجة المرض الأخبث. إذن الرابع من فبراير اليوم العالمي حسب منظمة الأمم المتحدة لمرض السرطان. حقائق وأرقام المرض، مرض السرطان يشمل مجموعة من الأمراض يمكنها أن تصيب كل أجزاء الجسد، هو طبعا المرض الأكثر خبثا بسبب طريقة انتشاره إلى أعضاء الجسد الأخرى، إضافة إلى أنه يعني هو عبارة عن تكاثر سريع لخلايا شاذة تنمو خارج حدودها المعروفة وتتوسع إلى أعضاء الجسد الأخرى. السرطان بالأرقام والأرقام المتعلقة بمرض السرطان تكاد تكون مخيفة للغاية. حسب منظمة الصحة العالمية وحسب الأرقام الأحدث لدينا 14 مليون مصاب جديد يتم تشخيصه بمرض السرطان كل سنة، هنالك أكثر من 8 ملايين شخص يتم يعني طبعا السرطان يقضي عليه، وهنالك أكثر من 8 ملايين وفاة من السرطان في العام 2015. واحد من أصل كل 6 مرضى يتوفون في العالم يكون سببه السرطان، يعني السرطان يتفوق على أمراض كثيرة، الملاريا، الإباتيت مجتمعة بسبب السرطان. وهنالك حسب توقعات منظمات العالمية أكثر من 13 مليون وفاة ستكون مسجلة في العام 2030. ما هي أكثر أشكال السرطان انتشارا؟ نتحدث عن سرطان الرئة، الكولون، السرطان الثدي، سرطان الكبد والمعدة، كلها من الأمراض وهي تشكل أكثر الأمراض أمراض السرطان انتشارا. كيف نضبط أمراض السرطان؟ هنالك عدة طرق أثبتت جدواها وفعاليتها. التشخيص والتدخل المبكر في علاج مرض السرطان يعتبر حجر الركيزة الأساسية في مجابهة هذا المرض. الإجماع على وجود سياسة واحدة وإجراءات واحدة حول العالم من أجل القضاء والحد من استخدام التدخين على أنواعه، يعني الشيشة أيضا مضرة، السيجارة، كل أنواع التدخين مضرة وتؤدي في مرحلة من المراحل إلى بعض أنواع السرطان. فرض اللقاحات الحيوية، نتحدث عن لقاحات حيوية خاصة في حالة الفتيات الشابات، والتوعية ضد مخاطر الحياة غير الصحية، نتحدث عن السمنة، عن عدم ممارسة الرياضة، عن الأكل غير الصحي. هنالك عوامل حيوية طبعا في مجابهة أمراض السرطان، التوعية والوقاية تعتبر أساسية، التشخيص والتدخل المبكر. التدخل المبكر يعتبر أمر فعال للغاية في الحد من التبعات ويعني التعقيدات لمرض السرطان وسهولة الحصول على العلاج في بعض الدول، وهذه الأمور تستطيع أن تغير. لماذا تغير؟ لأنه هنالك بعض الدراسات التي أثبتت أن 30% من أنواع الأمراض السرطانية يمكن الوقاية منها، وأن هنالك أنواع سرطانية قابلة للشفاء، ونحن نتحدث عن حالات شفاء معروفة وواسعة إن هي شخصت وتم علاجها بشكل مبكر. من الصعوبة بمكان الآن الحديث عن الكلفة، لا شك أن الكلفة مؤرقة وضاغطة، لكن هنالك تنوع شديد في الحديث عن الكلفة. العلاجات المعتمدة طبعا جراحة، علاجات كيميائية وغيرها، ولكن هنالك من يتحدث بأنه بمصر قد تصل الكلفة إلى مئات ألاف الجنيهات، في الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال قد تصل التكلفة إلى مليون درهم إماراتي. للحديث عن مرض السرطان نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور أحمد علي باشا، رئيس قسم أمراض الدم والأورام في المستشفى السعودي الألماني في دبي. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. دعنا نتحدث عن التشخيص المبكر، نحن ركزنا كثيرا على أهمية هذا الأمر، التشخيص والتدخل المبكرين، هل ما زالا حجر الزاوية في علاج مرض السرطان؟ طبعا بالنسبة لمرض السرطان مثل ما تحدثتي في التقرير أنه حوالي 30%، طبعا الحقيقة حتى 40% من الحالات يمكن إذا تم الكشف المبكر عنها شفائها والوقاية منها. فإذا موضوع الكشف المبكر على السرطان هام جدا،
وهنا نركز أنه في بعض الأمور الوقائية الهامة بالنسبة للمرأة، فأشع سرطان هو سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، وهناك دور فعال للوقاية منهما. فمثلا في سرطان الثدي يبدأ الفحص الذاتي للمرأة في سن 20 سنة، كل شهر مرة تفحص نفسها، خاصة إذا كان لديها تاريخ عائلي. وفي سن 30 سنة يبدأ بزيارة الطبيب كل سنة مرة يعني فحص دوري. وفي سن 40 كل النساء يجب أن يتعرضوا لفحص دوري عند الطبيب، بالإضافة إلى الماموغرافي والألتراساوند، الأشعة الفوق البنفسجية، عفوا الأشعة. طيب يا دكتور أحمد، هذا فيما يتعلق بالتشخيص والتدخل المبكر، لكن هل نستطيع اليوم الحديث أنه هنالك علاج شافي، هنالك بارقة أمل في علاج السرطان؟ طبعا مثل ما تفضلتي أنه في عنا بعض الحالات اللي بتم كشفها مبكرا نسبة الشفاء تصل إلى 100% فيها، أو لنسبة كبيرة جدا. بالنسبة في بعض الأمراض الأخرى السرطانية قابلة للشفاء بنسبة كبيرة، في بعض أنواع سرطانات الدم عند الأطفال، بعض أنواع الليمفومات كالليمفوما هودجكين، بعض أنواع سرطانات الخصية عند الرجال. إذن في نسبة من الأمراض قابلة للعلاج، وهناك تطور حديث جدا جدا في حل في العلاجات لهذه الأمراض، منها العلاجات المهدفة التي تستهدف بعض الأمور الهامة في الخلية السرطانية وتبيد الخلية السرطانية دون المساس بخلايا الجسم الأخرى. وهناك العلاجات المناعية المتعددة التي تعتمد أيضا على واسمات معينة مناعية تم استحداث أضداد لها وتهاجم الخلية السرطانية. إذن هناك علاجات جديدة وكثيرة، وهناك بعض اللقاحات مثل اللقاح لسرطان عنق الرحم. اللقاحات تصلح في حالة الوقاية، الوقاية أو للوقاية وفي العلاج أيضا. طيب في حالة الوقاية، طالما تحدثنا عن العلاج، بالنسبة للوقاية هل الوقاية أمر وارد في موضوع السرطان؟ لأنه البعض يتحدث بأنه قدر محتوم الإصابة بهذا المرض. الحقيقة الوقاية درهم وقاية خير من قطار علاج، هذا في كل حالات الطب، ولا في السرطان المقولة صحيحة تماما، لأن كثير من الحالات يمكن كشف مبكر عنها، وإذا تم الكشف المبكر مثلا في حالات سرطان الثدي، إذا تم الكشف عن الورم إذا كان حجمه أقل من 1 سنتي أو 0.5 سنتي فيمكن علاجه فقط باستئصال الورم، ولا تحتاج المريضة إلى أي علاجات أخرى، في حين إذا تأخر الكشف هذا فيما يتعلق بالتشخيص، ولكن أتحدث عن الوقاية في موضوع مثلا اعتماد الحياة الصحية، عدم التدخين، نمط الحياة وسلوكيات الحياة، والإكثار من الفواكه والإقلال من النشويات والسكريات والرياضة، كل هذه الأمور قد تكون مساعدة في خفض نسبة السرطان. لذلك السرطان يعني في نسبة ازدياد في العالم المتقدم بسبب اعتمادهم كان على أولا فترة الحياة أطول، وبالتالي احتمالية السرطان مع تقدم العمر تزداد، والشيء الآخر هو نمط الحياة الذي يعتمد على الحميات العالية الدسم والسكريات. فإذا هذه أيضا قد تكون، بالإضافة إلى انتشار التدخين والشيشة وغيرهم، وهذه من ضارة جدا. لابد أن نتحدث عن موضوع مؤرق لكل المرضى خاصة في منطقتنا، موضوع الكلفة. نتحول إلى ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة فاطمة العوى، مسؤولة مبادرة التحرر من التبغ وعضو فريق مكافحة الأمراض غير السارية في منظمة الصحة العالمية. دكتورة فاطمة تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة. دكتورة فاطمة أهلا بك، تعينا نتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه مريض السرطان اليوم خاصة في منطقتنا العربية، هل هي كلفة العلاج أم سهولة الوصول إلى هذا العلاج؟ توصيات منظمة الصحة العالمية أن يتم تسهيل وصول المرضى للعلاج وخفض التكلفة، وما نسميه out of pocket expenditure، أن تقل هذه التكلفة بحيث لا يتحمل المريض هذا العبء وإنما يتحمل التأمين الصحي وما إلى ذلك. نعم، نحن نشكرك الدكتورة فاطمة العوى، عضو فريق مكافحة الأمراض غير السارية في منظمة الصحة العالمية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا لك. عودة إلى ضيفنا الدكتور أحمد علي باشا. دكتور، التركيز دائما على موضوع التشخيص والتدخل المبكرين، كيف يمكن في مستشفياتنا في المنطقة أن نعزز من هذا الأمر، أن نجعله أولوية بالفعل؟ طبعا حملات التوعية الصحية هذه هامة، لأنه عندما نشرح أهمية ذلك للأشخاص العاديين فقسم كبير منهم سيلجأ إلى الكشف المبكر، ولا سيما مثل ما أن في بعض الأمراض عند الرجال مثلا سرطان البروستات بعد 50 سنة من العمر يبدأ الفحص الكشف الدوري
في وسائل بي اس اي. في بالنسبه للمدخنين ينصح ايضا باجراء تصوير الطبق المحوري بالاشعه المنخفضه، قد يكون مفيد في بعض الاشخاص الذين يدخنون دوريه يعني كل فتره، خاصه بعد الوصول الى عمر معين عند وجود اي عرض لا يعني تطول فترته ولا يشفى، يجب ان يراجع ايضا الطبيب في ذلك. طيب دكتور، لماذا نسمع كثيرا عن قصص حزينه، عن النهايات الحزينه، عن الموت الذي يرافق مرض السرطان، مع ان في كثير مرضى يستطيعون مجابهه وينجحون في مجابهه مرض صحيح. السرطان، لماذا لا نسمع قصص نجاح بنفس الوتيره التي نسمع فيها النهايات الحزينه؟ لذلك هذا دور الاعلام ايضا، انه نركز على قصص النجاحات في علاج والوقايه من امراض السرطان. الحقيقه مرض السرطان يجب ان تتعاون فيه كل الهيئات والاجتماعية، من الدولة إلى المنظمات الأهلية إلى كل، لأنه يجب أن نقدم الدعم الكافي لهذه المجموعة من المرضى لتجاوزوا هذه المحنة، والتي غالبا ما تنتهي بالنجاح. وحاليا أكثر من 60-70% من أنواع السرطانات بكافة مراحلها قابلة للشفاء، حتى الأصعب منها، حتى الحالات الصعبة جدا باتت قابلة للشفاء. فإذا هناك بوارق أمل جيدة، ولكن دائما نركز على أن الوقاية هامة جدا أيضا في كشف السرطان المبكر والوقاية من السرطان. الله يسمع منك، يعني نسب إيجابية للغاية، أكثر من 60% من أمراض السرطان قابلة للشفاء. شكرا لك دكتور أحمد علي باشا، رئيس قسم أمراض الدم والأورام في المستشفى السعودي الألماني في دبي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكل المشاهدين الذين تابعوا يوم لهم. تحية اليوم لكل مريض يجابه السرطان بشجاعة وإن كان بألم، وتحية بالأهم لكل العائلات التي ترافق هذا المريض بالدعم وبمسح دموع الألم. إلى اللقاء.